يسأل سائل عن فتاة تزوجت قبل البلوغ لم تحض، فأولا هل هذا الزواج يعتبر أم يكره؟ سؤاله الثاني عن هذه الفتاة إذا حصلت معاشرة بينها وبين زوجها وهي لن تنزل ماء المني لكونها لم تبلغ، هل يلزمها غسل أو لا يلزمها غسل؟ فأقول لله التوفيق. أما عن الشق الأول من السؤال، فلا غضاضة ولا كراهة ولا حرج إذا تزوجت دون البلوغ ما دامت تتحمل المعاشرة الزوجية. أما عن السؤال الثاني، إذا حصل جماع فنعم تغتسل وإن لم تنزل، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، والله أعلم.